اهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام، نتواصل معكم وبعد ان ذهبنا في تجوال وتسفار كبيره صباح الشروق الى سواكن في شرق الباسم دائما. هذه المره تنضم الي ضيفه داخل الاستوديو للحديث عن واحد من الموضوعات المهمه الخدميه الاجتماعيه، وهو اثر المجاملات والزعل في العلاقات الاجتماعيه. زي ما انا زعلان من اثنين في الكنترول، ربنا ما يجيب زعل بين الناس، يعني نسامحتهم على العموم ما بيناتنا. الاستاذه عازه دلدوم المتحدثه التحفيزيه ومهتمه ايضا بالتراث، متحدثه تحفيزيه وهي ايضا مدربه تنميه بشريه انجاز التسميه. اهلا بك، صباح الخير. صباح الخير علي كل مشاهدي قناه الشروق، وانا سعيده انه الليله انا في داركم. ما تكوني جايانا مجامله لناجي بس؟ يعني لا والله، المجامله دي ممكن تحصل. انا واحده من الناس ما قاعده اجامل، رغم انه مضغوطه شديد ونازله امتحانات، لكن حسيت انه المساحه دي ممكن تفرق لي شويه. يعني ما مجامله؟ لا 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 ابدا. جميل. ما بتجاملي نهائي في حياتك بصوره عامه؟ كنت في فتره من الفترات بجامل، لكن يعني وصلت مرحله انه بقيت اعرف انه المجامله دي عندها حدود. طيب الزول اللي ما بجامل ده ممكن الناس تزعل منه، ممكن الناس يقولوا انه والله يا اخي زول ده بايخ شديد، زول ده دمه ثقيل، ويوصف بالحاجه دي في كثير من الاحيان، او ده بنسبه 95%. الزول اللي ما بجامل نهائي، هي في الحياه دي طبعا لازم يكون في موازنات. طيب. يعني لازم تكون في حبه مجاملات، في حبه جديه كده، الزول بيعمل ميكس بين الحاجات عشان الحياه تمشي. لكن طبعا في عينه ناس يعني الواحد خالص ما بيجامل، يعني ممكن تقول له حاجه او كده ممكن يمشيها لك او كده، لكن لا ده كده يعني قطع ناشف، فده ممكن زي ما قلت يتوصف بانه زول بايخ او دمه ثقيل او يكون ما محبوب عند الناس، او حتى الناس ما بيحبوا يجالسوه او كده. في دم ثقيل في زول بايخ فعلا ولا؟ ايوه فعلا، ده بالوصف طبعا. زول الدمه ثقيل ده يعني زول على طول مثلا بيكون جادي، دائما صارم، بياخذ المواضيع بجديه، يعني حس النكته او الفكاهه ذاك ما عنده. ده يعني ما عنده علاقه مع انه بجامل او لا؟ ايوه يعني مثلا خالص، يعني بس امسك لي اقطع لي. جميل. طيب المجامله دي ممكن اقول انها هي نفاق اجتماعي نسميها بالمصطلح ده انجاز العباره، ولا لا ممكن نمشي في جانبنا هي ضروره مهمه جدا عشان ما تسير لنا الحياه؟ المجامله ممكن تبقى نفاق اجتماعي لما تفوت حدها. يعني في ناس الواحد بجامل لدرجه انه بيجي عليه روحه، يعني حياته كلها مقضيها مجاملات على طول، حتى ممكن الناس اللي بيجاملهم او الزول اللي بيجامله بيكون مثلا ما بتربطه به علاقه وطيده او تفاصيل قريبه او حتى تفاصيل مشتركه، لكن فبيضطر يجامل طبعا لحاجه مثلا في نفسه، او مرات الناس ذاته بتجامل عشان انت مثلا داير حاجه من زول، او انت عندك غرض عند زول، ففي الحته دي المجامله بتبقى مذمومه. لكن في حال انه انا بجامل المجامله الطبيعيه في حدود التعامل بين الناس وبين البشر وكده اللي بتربطهم علاقات ببعض، فده بيبقى ضروره هنا. يعني ممكن نقول انها يتطبع بها الانسان وتبقى طبع، تبقى زول مجامل، ولا لا في نوع ثاني ممكن يكون وراء كل مجامله هدف؟ ايوه، في ناس بطبعهم الله خلقهم اجتماعيين، يعني انا مثلا بطبيعه البيت اللي نشات فيه انه نحن بنحب نشارك الناس افراحهم واطراحهم حاجاتهم السمحه والحاجات الحاصله معاهم، فما بقدر القى زول مثلا حصلت له حاجه مثلا اكون قاعده او ما اجامله او اواسيه او كده. لكن كل ما الزول ياخذ خبره في الحياه او يصل لمرحله بتاعت نضج، فالمجامله بتقل، او حتى الناس اللي حواليه بيبدوا يعني يقلوا، فبيكون يعني هدف واضح. طيب في واقعنا اللي عايشينه نحن، الجانب الثاني انه هي ضروره لتسيير الحياه، في كثير جدا من المجاملات اللي ممكن تحصل، زي ما قلنا في الجانب الثاني جانب الزعل. يا اخي زول ده صغير، يا اخي ما جامل، ما يعني ما بدينا معه شغل. ايوه للاسف المهنيه والعمل يربط دائما بالمجاملات بالعلاقات الاجتماعيه. ايوه في 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 شغل او مثلا طبيعه وظيفه او عمل او كده ما بتستحمل المجامله، بتستحمل انه تخط اي حاجه في قالبها او اي حاجه في حتتها، فلما تجي تتعامل مع الناس على اساس انه دي طبيعه شغلي او دي مهنتي او كده، فالناس بيقوموا مثلا بيزعلوا منك او بيخطوا لك نمط او قالب انه يا اخي فلان ده مثلا ثقيل او دمه ثقيل او مفتري او كده،
فإذا زول حينتبه للتفاصيل دي فأكيد يعني حيطلع من الكاركتر اللي هو راسمه مثلا لوظيفته أو لمهنته أو كده، فممكن يخسر حاجات كثيرة وراها. وممكن تكون بس صورة ذهنية مغبوطة عنك. أيوة يعني من غير يعني يا ما ناس كتار مثلا خطوا انطباع لزول معين أو رسموا له شكل من راسهم هم، بعد ذاك لما عاشروه أو لما لاقوه من قريب اكتشفوا انه زول ده ما كان كده، محتاجين يجاملوا لانه أيوة. كانوا غلطانين فيه. ايوه لك يا اخي والله فلان ده طلع ظريف او فلانه دي طلعت كده، لانهم هم زمان بس حكموا عليهم من قبل ما يقعدوا معاه او يعرفوه. جميل. عندنا مصطلح معروف متعارف عليه تماما ومنتشر وتحديدا أيوة. في كثير جدا من مؤسساتنا يعني وهو كسير الثلج. كسير الثلج المجامله وكسير الثلج اذا خدتناهم مع بعض. هي والله أو هو المصطلح بتاع كسير التلج ده هو مبالغة في المجاملة، ودائما الزول اللي بيعمل الحركة بتاعت كسير التلج دي دائما بيعمل لزول هو داير منه حاجة. يعني مثلا في مكان شغلي أنا محتاجة مجاملة مزمومة مضاعفة. أيوة أيوة مزمومة جدا وحتى ما محبزة، أي حتى المسمى ذاته مصطلح كسير التلج ده بالمناسبة يعني بتحسه كده ما ضابط. يعني مثلا أنا مثلا مديري في الشغل محتاجة مثلا أكسر له تلج، ممكن هو يكون أداؤه تعبان أو هو أصلا ذاته ما مفروض يتخطى في المكان اللي هو فيه، لكن عشان أنا مثلا محتاجة لترقية، محتاجة لأي تفاصيل مثلا إضافية أو ميزات أبحث عن رضاه. أيوة في بعض الأحيان أيوة جدا مع الموظفين وكده أقوم أقول لهم يا أخي المدير ده كده ومواعيده مضبوطة وهو زول تمام، وممكن يكون زي ما بقول ولا يستاهل حتى التفاصيل دي، فده فالناس بتكون حتى عارفين انه فلان ده مثلا كسار تلج. فلما نيجي يجاملك في الوقت اللي بتحتاج فيه لمجامله فعلا انت ما يعني ما حتاخذ به مجاملته، فحتحتضرها برضه نوع من كسار التلج. باعتبار ان المجامله ممكن تكون ضروره أيوة. تحديدا في الاسره، لكن تفسد هذه الضروره مساله المبالغه فيها ومساله المبالغه الزايده. اذا بصبنا نحن انه نحن محتاجين زي ما انت ذكرت في بدايه حديثك لقدر معقول من الـ من الـ من المجامله، يكون في موازنه. اي حاجه يعني خير الامور اوسطها، يكون في نوع من المجامله ويكون في نوع من الجديه والحزم وما تكسر التلج. اي وما تكسر التلج، يعني انا ممكن اي امشي اجامل الناس اشوفهم ناقصهم واو التفاصيل الحاصله معاهم. يعني مثلا عندنا مثلا جيراننا في الحله عندهم مناسبه مثلا، وانا زوله مثلا شغاله او بقرا، فما حاخلي شغلي او ما حاخلي قرايتي عشان اجي مثلا اساعدهم، ممكن بعد اخلص دوامي اجيهم على اخر اليوم اشوفهم الحاجه اللي بقدر اعملها اقوم اعملها. لكن بتلقى ناس الواحد شايل شنطته وراحل وهو قاعد معاهم، وممكن يعني القرابة تكون بعيدة شديد ما بتحتاج، فده نوع من النفاق الاجتماعي، نوع من كسير التلج، نوع حتى من تضيع الوقت. جميل. إلى أي مدى ممكن المجاملة تخصم من رصيد الشخصية؟ والله المجاملة لما تكون أهو في الحد المبالغ فيه أو الزول الزول اللي بطبعه بجامل حتى بيجي عليه روحه. يعني مثلا الليلة ناس فلان عندهم عزة ممكن يكونوا في مكان بعيد، أنا ممكن أخلي شغلي أخلي قرايتي أخلي بيتي تفاصيلي أقوم مش مثلا، في حين انه انا ممكن اعزي بالتلفون الا لو مثلا الوفاء ده كان من القرابه من الدرجه الاولى مثلا ابوك اخوك امك كده انا ممكن اجيك، لكن ما عارف فلان حبوبه خالته ماتت انا داخل شنو في الموضوع ده، ده حيخصم مني ومن حاجاتي، وانا لو مشيت عزيته يعني ما بالضروره انا مثلا الا اصل. يعني التلفون سهل على الناس وزايد الناس بقت تقدر، بعدين الزول اللي ما بيقدر لي ظرفي ده ما بيلزمني. صحيح. طيب اذا عاوزين نقول انه عاوزين انه هذه المجامله تكون لنا تعزيز ايجابي، تكلمنا عنها تكون فيها قدر من المعقوليه. أيوة. عايزينها تكون كمان معززه برضه للجوانب الايجابيه، زي المجامله ده كنا عملنا له تعزيز ايجابي، وبالنسبه لي برضه تكون ايجابيه حتى على رصيد الشخصيه بتاعتي يعني. نخلي دائما مجاملتنا تكون في حد المعقول، يعني انا الزول اللي بجامله ده ما انا مجاملتي دي اكيد هي حتكون حتضيف له. تمام هو ده المطلوب. أيوة. هي مجاملة طبعا يعني مجاملة اذا ما بتضيف للزول، يعني الليله انا مثلا اذا مشيت لزول مثلا في عرس تمام او مشيت اواسيه مثلا في زول مات له او كده، اذا كان مشيتي دي له انا في حد ذاته مثلا بتخفف منه بواسيه وبصبره ربنا يصبرك، او اذا زول عنده مثلا تفاصيل عريس وفرح وكده انا بكون واقفه معاه وكده، الحاجه دي بتخلي الزول يعني هو مبسوط في حد ذاته وهو في روحه، يعني بتكون مجاملتي دي اضافه له اكثر من انها تكون خصم منه، فده التعزيز الايجابي اللي احنا بنتكلم عنه. والمجاملات بصفه عامه يعني اذا كان زملاء الشغل، اذا كان جيراننا في الحي، اذا كان اهلنا قرايبنا. المجامله بين السلب والايجاب
أيوة. وده بيقولنا جبرني انه ممكن تعمل خصم على شخصيتك او خصم على شخصيه الزول اللي انت بتجامل. يقول لك الزول ده مش سي يعمل يقول لك الكلمه دي حتى ممكن يمشي لك حاجاتك ويمشي أيوة. لك امورك. ف على 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 النقيض برضو انت الجانب السلبي ممكن يكون معكوس عليك انت الزول ده كده يعني بهذا الزول أيوة. شخصيته ضعيفه مثلا ايوه بقدر بقدر ما انه يعني المجامله ولا ممكن تكون حاجه كويسه وممكن تكون حاجه ايجابيه مثلا في حق الزول اللي بيجامل وفي حق الزول المجامل انه بالمقابل هي ممكن تكون حاجه سلبيه شديد. يعني في ناس مثلا ما بتقبلوا المجامله الليله اذا انا مثلا قمت مشيت اجامل زول تمام وهو ما بيتقبل المجامله صحيح. ويمكن الحاجه دي في حقي ترجع علي بالسلب او هو ما يتقبلها فانا بكون كنت عايزه مثلا حاجه كويسه او عايزه مردود فعل كويس فهقابل الموضوع ده حلقه انه الموضوع ده ما زبط معي. نعم واحده من 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 المقولات المشهوره انه المجامل قد يعيش ملك بين الناس كونه محبوب حلو اللسان لا يذكر الاخرين بسوء غير انه في ذلك الوقت وفي نفس الوقت هذا الشخص ما يمتلك اي قدر من الشجاعه في قول كلمه الحق. فالمجامل ما شجاع ابدا. والله في حالة إن الزول اللي بيجامل وبيبالغ في المجاملة ما بيقدر بيقول كلمة حق لأنه لو قال كلمة الحق دي بيخاف إنه مثلا يجرح الزول بيخاف إنه الزول ما يتقبلها لأنه تعود إنه دائما يقول للناس أنتوا كويسين أنتوا ضابطين أنتوا كده. طيب لكن دي حاجة كويسة ولا حاجة كعبة؟ هي والله لما تكون بمبالغة هي حاجة كعبة شديد لأنه بتتخطى في موقف أنت محتاج تقول كلمة حق فيه. فمثلا انا الزول ده كنت بجامله وعلى طول شايفه ظابط وعلى طول شايفه زول كويس فلما يجي الموقف اللي انا مفروض اقول فيه كلمه الحق ما حقدر اقولها. بعدين بنفس الغدر الزول اللي بيجامل كثير وبيواسي الناس وبقيف معاه فلما يجي الزمن اللي هو محتاج فيه لمجامله او الزمن اللي هو محتاج فيه لوقفه الناس نادر ما يلقاهم. ده شيء مؤلم جدا مؤلم شديد. ده ممكن يخليني ازعل حاجه زي دي. ايوه فانا يعني مثلا الليله انا بمشي للناس وبجاملهم وبشوفهم وكده فلما تحصل لي حاجه وما بلقى زول انا حاخد خط رجعه. طيب انا طالما جبت سيره الزعل خلينا نتكلم عن الزعل لان احنا عشان نتكلم عن المجامله وفي الجانب الاخر برضو الزعل برضو صفه مذمومه جدا الزعل بالمناسبه لكن بنشوفها كثير جدا. هو والله في حته ممكن تكون مذمومه وفي حته ممكن يكون ده موقعه الطبيعي لانه الزعل ده ما هو تعبير عن شعور او عن حاجه انا حاساها مفروض يعني مثلا زول غلط في حقي انا محتاجه اعبر عن زعلي. بعدين كل زول بيعبر عن الزعل بطريقته هو له طريقته وله حاجاته اللي بيقدر يعبر بها. بعدين الزعل يعني بين الناس اللي بتربطهم مثلا صلات بتاعة غربه او صله او علاقات اجتماعيه او كده يعني بيكون زعل محبوب او زعل حميد. يعني مثلا زعل حميد يعني ايوه يعني كيف؟ مثلا اعاتبك عشان انت مثلا انا امس كان عندي حاجه مفروض انت تجيني وحصل لك ظرف ما جيت ده اللوم فايوه فممكن ازعل واخذ عليه خاطري شويه فانت بعدين بتجي تراضيني وكده او كلفت انتباه لانه يا اخي انت زول مهم عندي تمام. الزعل الحميد انه انت مثلا تزعل من الزول خالص وتكفل منه لدرجه انه انت ممكن الزعل ده يكون سبب في قطيعه بيناتكم او عدم تواصل او كده. الزعل الكثير يعني والله يا عزه دي بتزعل كثير جدا طب خلينا نجامل اكثر من اللازم. الزول اللي بيزعل كثير الناس بتتحاشاه بيقول لك يا اخ فلان ده زعيل يا اخي عليك الله سيبك منه يا اخ فلان ده كده. فالزول لو بيزعل في الحاجه اللي بتستاهل او بيخط الزعل في مكانه الموضوع بيبقى عادي بالنسبه للناس. فلكن ما لدرجه انت تكون مشهور بالنسبه للناس انه فلان ده زعيل او حتى مرات لابسط الاسباب أي أيوة في حاجات بتشوفها وبصوره عامه ما بتستاهل فممكن الزول يقوم يزعل فالناس ممكن تتحاشاك بسبب الحاجه دي او زول بيكون دار يقول كلام او رايه في حاجه لكن يقول لك انا لو قلت كده فلان بيزعل. في ناس برضه بتزعل بترجع سريع وفي ناس بتزعل الناس ما في رجعة الناس زعل من غير الناس اللي بيزعلوا بيرجعوا بسرعه ديل يعني مثلا تحس انه انسان معافى نوعا ما ايوه بيكون مثلا بيقول لك ده زول قلبه ابيض زول قلبه نظيف ما بيشيل عليه خاطره وممكن يكون الزعل زي ما قلت لك قبل كلفت نظر او لفت انتباه انه يا اخي انت بتهمني. ف
فبتجي وتراضيني وخلاص بنتصافى والموضوع انتهى. ربنا يكثر من الرضا في حياه الناس بصوره عامه. عشان كده خلينا نمشي للتصافي وانه هو ضروره مهمه جدا. ممكن يحصل زعل زي ما اشرت انه هو شعور طبيعي جدا وقد تكون ردود افعال طبيعيه، لكن لازم تكون في ضروره مريحه جدا لموضوع التصافي. من بعد الزعل لازم تتصافى. ايوه التصافي هو طبعا يعني مكمل للزعل او هو الصفه النقيضه للزعل. انا اقوم ازعل منك عشان الفت انتباهك لانه انت مثلا مقصر مني في الحاجه المعينه، تمام؟ في حدود المعقول. فلما انت تجي وتراضيني فده التصافي هنا، فبيخلق جواي شعور طيب انه يا اخي زول ده مقدرني وزول ده ممتن لي وكده. فبعدين حتى التصافي ده سغافة بالمناسبة، ما كل الناس عندهم السغافة بتاعت التصافي دي. يعني أساس أنا مثلا واحدة من الناس يعني لو ما بكمل يومي وأنا مثلا زعلانة من زول، إذا زعلت من زول مثلا خلال اليوم أي نحن مزعلين ومشاكلين، لكن قبل اليوم يخلص يعني حتى لو هو بقى غلطان في حقي أو هي بقت غلطانة في حقي، يعني أنا الببادر بصافي. يعني بتذكر جملة أو مغولة يعني قالت لي دكتور عفاف إبراهيم حامد، زولة صاحبتي الشديد وأنا بحييها من هنا، زولة مدرسة تعلمت منها إنه بتقول لي يا عزة يعني قلبك ده ما 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 تشحنيه أو ما تخليه يشيل مثلا كرهي من زول أو زعل من زول أو حقد من زول. أنا بأثر عليك. أيوة بأثر عليك وبخصم عليك، وبعدين يعني خلي قلبك مليان وعمران بمحبة الناس. حتى عندها مغولة بتقول يعني بالمحبة بتتعادل حبة حبة، فبقيت أنا ما أخذ الحاجة دي منها. يعني حتى لو زعلت زول حتى يعني بيجوا عندي ناس قريبين مني وكده بيجوا يستغلوني في الحتة دي إنه عزة دي آي بنزعلها وبنسوي لها، يعني ما بتشيل في النهاية، بتجي تراضينا وتصافينا وكده. لكن أنا متأكدة إنه أي زول بيتعامل مع التصافي يعني مثلا بياخده في حياته كأسلوب حياة، أنا متأكدة بكون زول معافى وزول سليم وزول معبى ومليان بمحبة الناس، وزول حتى هو بكون مفرهد من جوا وروحه حية. يعني حتى الحاجة دي بتخليك أنت ممكن تكون أصغر من عمرك بسنين أكتر، يعني من شدة ما أنت مليان مليان محبة ومليان سماحة وطيبة. زي زميلنا سفيان الغندور، يعني الشاف اصغر من عمره كثير جدا، معناه في محبه زايده للناس بينه وبينهم. ربنا يديه الصحه والعافيه وكل الشباب. خلينا في الختام نرسل رسائل اخيره في بريد كل الناس اللي تتابعونا الان. والله في الختام بقول حاجه واحده، انه يعني حتى سيدنا النبي قاعد يقول انه زول مفروض يعني يلاقي لاخوه 70 عذر، حتى بعد السبعين عذر انت مفروض تلقى له العذر تاني. فمعناها ما في مبرر او ما في حاجة بتخلينا انه مثلا نزعل من الناس او نلومهم او نعاتبهم او ليه ما جيتونا او ما سويتوا لنا. فبعدين العتاب الكثير والزعل الكثير بقلل الود بين الناس، وبخلي انه الناس مثلا تتحاشى بعض، انه فلان ده يا اخي لوام، فلان ده كلامه كثير بيلومني دايما بيقول لي كده. فرسالتي لكل الساده المشاهدين انه يتعاملوا مع الناس بانه يا اخي الناس ظروف، زي ما قالوا ناس العقد، يعني الناس ظروفها مقدره. وفعلا نعم. الزول اللي ما بيقدر يقدر ظرفي معناها هو ما قدرني، وبالتالي ما بيلزمني في شيء، لانه الزول الجد بيقدر بيقدرك وبيعرفك وبيعرف تفاصيلك وحاجاتك، مفروض يقيف معاك في كل صغيره وكبيره. يعني مثلا واحده من الحاجات، انا عندي زوله صاحبتي يمكن لها 16 او 17 سنه، نعم. صديقه الطفوله ميساء هاشم بشرى، انا بحياها من هنا. الزوله دي بتفرقنا المسافات والظروف، وكل زول اهتماماته مختلفه، يمكن لشهر او شهرين بيكون ما في بيننا تواصل او تلفون، مع انه المسافه قريبه بيننا جدا، لكن وقت ما تلاقينا بنبدا بس مما كان وقفنا، لا بتلومني ولا بتقول لي انت وين ولا سالتي مني ولا الحاصل. البساطه في الحياه جميله. فبالضبط دي الخوه ودي الصحبه بين الناس، النغاء بين الناس بيخليك انت تلقى العذر للناس وتلتمس لهم يعني الاعذار. شكرا جزيلا المتحدثه التحفيزيه استاذه عزه دلدوم، والمهتمه ايضا بالتراث، وانا اقول دائما مدربه التنميه البشريه. شكرا لك، ربنا يديك الصحه والعافيه. وشكرا لكم جميلا قناه الشروق، وانا سعيده جدا بتحت الفرصه دي، واتمنى انه يعني
كنت ضيفة خفيفة عليكم وعلى السادة المشاهدين. بس نحن حنعيد مكرر ما تكوني جيتي مجاملة يا ناجي. ما جيت مجاملة والله، ما مجاملة رغم انه انا معصورة زنقة بتاعت امتحانات، لكن حسيت انه يعني الجية دي انا محتاجها. اكيد، والناجي سيروت هذا بعد الحلقة لا ادري كيف، لكنه قاعد يكون زول مجامل. تسلم ان شاء الله. حنشكرك مرة ثانية وبنهديك انت واحدة من الأغنيات الجميلة ونهديها لكل مشاهدينا الكرام، لكل المتخاصمين تحديدا، نقول لهم مالو لو صافيتنا انت عصام محمد نور.